احنا معانا النهارده دراسه لطيفه جدا بتقول انه تخيلوا ان الاشخاص الاكثر تنظيما هم الاقل اصابه بالخرف. يعني مين مننا مش فوضوي في اسلوبه في الحياه، في اوضته، في بيته؟ ممكن ساعات نغير هدومنا ونرميها، ممكن ناخد نشرب حاجه او ناكل حاجه ونسيب مكاننا. بيقولوا انه الناس المنظمه جدا هي اللي يعني اصابتها بالخرف والنسيان اقل بكتير، مع ان في دراسه بتنفي الكلام ده وبتقول عكس كده، انه مش شرط ان الناس تكون فوضويه او منظمين عشان ما يكونوش عندهم ابداع، بالعكس الفوضويين عندهم ابداع اكتر. تخيلوا.